قوموا واعتدلوا استووا. إذا العلامات التي تدل على محبة الله عز وجل لعبده إذا أصابه بشيء يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لهذا إذا أصاب الإنسان مرض أو أي أمر من الأمور التي يكرهها فليعلم أن هذه علامة من علامة محبة الله عز وجل إن هو صبر على ذلك. ولهذا قال النبي عليه السلام: فمن رضي فله الرضا. الرضا من من؟ من الله عز وجل. ومن سخط فله السخط. وتأمل إلى قوله عليه صلوات الله وسلامه: ما يصيب المؤمن أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته. الشوكة المعروفة التي يمشي الإنسان ثم تصيب رجله، لكن هناك شوكة قد لا تخطر ببال الإنسان وهي ما يضرب للإنسان من أبر. هذه أيضا داخلة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا مما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس قد يطلق على بعض الأمراض أنها مرض خبيث، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار امرأة تدعى أم السائب قال: ما بالك؟ قالت: أم ملدم يا رسول الله، يعني الحمى، أم ملدم أخزاها الله يا رسول الله. فقال: لا تسبيها، فإنها تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يبارك فيكم أجمعين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. استقيموا واعتدلوا.